الاولاد، وبشير بن سعيد معنا قاعد يكبر نهار بعد نهار معنا بالمجموعه هذه على خاطرنا لحمه، وان شاء الله نكملوا هكا مازالوا نزمت شوات ومعنا وان شاء الله نترشح للبريمير ان شاء الله. بشير علاش الاتحاد المؤسسي تقريبا تحكم في الشوط الاول لكن في الشوط الثاني اصبح ياخذ كل لاعب، لولا انت كانت النتيجه تكون مغايره تماما. بون والله ما تنساش اللي احنا معنا نلعبوا ضد مازيمبي من اقوى كيبات في الافريق، بالطبيعه معنا الغايه باش تمركي من بعد وحدك معناها باش ماذا بيك تحافظ على البونتو هذاك هو اللي صار الحمد لله، معناها اهم حاجه تمركي وما تقبلش هذاك هو اللي صار والحمد لله ربي. نجم نقولوا الاتحاد يمشي لبعيد تو المسابقه بعد ما ترشح للدور الربع النهائي؟ ان شاء الله الحق نتاع ربي، احنا معناها حاطين طموحنا كبير، ديما نقولوا لهم الاولاد بالماتش بالدرجه كل ماتش وماتش كل ماتش نعطوا اللي عندنا ومعناها والريزلتات هذيك بيد ربي. يعطيك الصحه عاجل. والله من ناحيه تاريخي مش تاريخي برشا على خاطر ربيعه والمشاركه، على خاطر معناها المستير الكل كان من الجمهور كان من الهيئه كان من الجوالات، كنا لحمه واحده كنا عائله واحده زاده. والله ما تنجم تستحق الاتحاد الرياضي المونستيري كان بالترشح هذاتي، وان شاء الله نزيدوا نرشحها في المرتبه الاولى ان شاء الله. كي باش تلعب ضد كيب كبيره هذه حاجه معروفه، معناها لونتام يكون باهي واول حاجه ما تقبلش ومن بعد جاي معناها تحاول تمركي المفيد ما تقبلش من بعد معناها ريزلتات او تجي واحد هذاك هو اللي صار. لعبنا معناها رجال جرينتا لاخر دقيقه ما قبلناش هذاك علاش ربحنا وروحنا بتروا بوان. الحمد لله واحد ما عليه كما يخدم على روحه وخلي ديما سرقي في القاعه وديما معناها يخمم اللي هو ما عمل حتى شيء، وبالحق ومازال واحد ما عمل حتى شيء، واحد يخلي ثقته في ربي كبيره والله ورضيت لوالديه.